السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. عرفت ولاية الجلفة في الساعات الأخيرة حادثة أخرى مؤسفة جدا راح ضحيتها 10 مواطنين. وقبل الخوض في التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير. شهد حي بلغزال في بوتريفيس بولاية الجلفة في الساعات الأخيرة انفجار تبعه حريق مهول داخل منزل يتكون من طابقين. وقال مقربون أن المنزل كان تجري فيه أشغال ترميم ولم يتفطن سكانه لتسرب الغاز والذي تسبب في انفجار وحريق مهول أرعب السكان. وتم نقل ضحايا 10 إلى المستشفى، أين يتواجد 5 منهم في حالة جد حرجة، وينتظر نقلهم بطائرات الهليكوبتر إلى مستشفى الحروق بزيرولدا بالجزائر العاصمة، فيما توفيت إحدى الضحايا حسب ما هو متداول.